قالت وكالة رويترز نقلا عن مصادر أن إيران تتوسط في محادثات سرية جارية بين روسيا وجماعة الحوثي لنقل صواريخ ياخنت المضادة للسفن إلى الجماعة، وهو تطور يسلط الضوء على العلاقات المتنامية بين طهران وموسكو. وأضافت المصادر أن هذه الصواريخ ستعطي الحوثيين دقة أكبر في إصابة السفن الحربية الأمريكية والأوروبية في المنطقة، لكن موسكو لم تقرر بعد نقل الصواريخ. رصدت كاميرا سكاي نيوز عربية أثار الدمار الذي خلفته الضربات الإسرائيلية على بلدة علم الشعب جنوب لبنان، وأظهرت اللقطات دمارا كبيرا في المكان، بالإضافة إلى أنها أظهرت منازل مهدمة، أيضا تضرر البنى التحتية وشبكات الطرق. أيضا أظهرت اللقطات سيارات تغادر المكان وسط حركة نزوح كبيرة. في السياق نفسه، دعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي سكان قرى جنوب لبنان الذين غادروها بعدم العودة مجددا، وذلك بسبب استمرار الغارات الإسرائيلية. سكان القرى اللبنانية لا تعودوا إلى المنازل التي ابتعدتم عنها بسبب استعمالها من قبل حزب الله. الغارات مستمرة، نحن نواصل تسديد ضربات لحزب الله، لمنشآته، لقياداته، وللأسلحة التي قام بتخزينها داخل منازلكم أو بالقرب منها. لا تعودوا إلى تلك المنازل حتى شعر آخر، الغارات مستمرة. من جانبها، كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن استعدادات إسرائيلية لعملية برية محتملة في لبنان. بدوره قال موقع والا الإسرائيلي إن القيادة الشمالية للجيش أجرت مناورات تحاكي عمليات برية في لبنان. ينضم إلينا الآن لمزيد من المتابعة من القدس نضال كنعانة، محرر الشؤون الإسرائيلية في سكاي نيوز عربية. مرحبا بك نضال. يعني إذا بآخر الأنباء، تم استهداف محمد عمر والذي هو مسؤول جبل لبنان والشمال في حزب الله. كانت غارة مفاجئة نظرا للمنطقة، هي منطقة تقع في كسروان، منطقة المعيصرة تحديدا. ما هي المعلومات المتوافرة من الجانب الإسرائيلي؟ هل هناك أي معلومات أو أنباء يعني يتم تناقلها حول هذا الموضوع؟ نعم، مش لغاية الآن إسرائيل لم تتبنى عملية الاغتيال هذه بشكل رسمي. هنالك بعض الأحاديث في الصحافة الإسرائيلية عن أنه هو كان المستهدف، لكن طبعا هذا يأتي امتدادا لعملية الاغتيال بالأمس التي نفذتها إسرائيل ضد قائد الوحدة الصاروخية في حزب الله. والآن إسرائيل تستمر بمسلسل الاغتيالات. بالأمس عندما نفذت إسرائيل عملية الاغتيال، قالت لنا مصادر إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي وأن إسرائيل ستركز على عمليات الاغتيال في الفترة القادمة. ستصبح عمليات الاغتيال ربما أحد العناوين الأبرز لدى جهود الجيش الإسرائيلي في محاربة حزب الله، هكذا تقول المصادر الإسرائيلية. وهي تبني ذلك على أن بالنسبة لإسرائيل، من وجهة النظر الإسرائيلية، عمليات الاغتيال التي نفذتها إسرائيل ضد قيادات حزب الله تؤدي الأهداف المرجوة منها. أولا وفقا طبعا لوجهة النظر الإسرائيلية، نحن نتحدث ننقل وجهة النظر الإسرائيلية، هي تقول بأن اغتيال القيادات أولا يحرم حزب الله من قيادات لها فترة طويلة من الخبرة، وبالتالي يعني تضيف قيمة إلى حزب الله، قيمة عسكرية. واغتيال هذه القيادات يؤثر في الأداء العسكري لحزب الله، ثم أنه سيكون من الأصعب على حزب الله استبدال هذه القيادات مع استمرار إسرائيل في ملاحقة واغتيال القيادات العليا لحزب الله، القيادات العسكرية وأيضا السياسية ربما. وبالتالي هذا يؤدي إلى يعني تصعيد الأزمة الداخلية على المقاطعة لحزب الله، ومن ثم اسمح هو لي أن أنتقل بأن الجميع ملاحق. إلى دارين في مرج عيون قد يكون لديها المزيد من المعلومات حول هذه الغارة التي استهدفت محمد عمر مسؤول جبل لبنان والشمال في حزب الله. دارين مرحبا بك. بحسب وسائل إعلام لبنانية تحدثت عن استهداف محمد عمر، هل لديك أي معلومات إضافية؟ من هي هذه الشخصية المستهدفة؟ لا سيما أيضا أن وزارة الصحة تتحدث عن مقتل 3 أشخاص وجرح 9 آخرين في هذا الاستهداف ببلدة المعيصرة.
المعلومات تتحدث عن أنه مسؤول في جبل لبنان عن مسؤول في حزب الله عن جبل لبنان، وطبعا هذا الأمر كنا نتأكد منه عند صدور بيانات الناعي التابعة أو الصادرة من حزب الله، لكن منذ بدء هذه الموجة من الهجمات الإسرائيلية ما عدنا نرصد أي بيانات صادرة عن حزب الله، باستثناء طبعا بالأمس أبو موسى أو إبراهيم القيسي الذي اغتالته إسرائيل في أحد مباني الضاحية الجنوبية لبيروت، وهو كان مسؤولا عن عدة مجموعات تتعلق أو يتعلق عملها بالعمل الصاروخي. أما عمر حتى هذه اللحظة ليس هناك من تأكيدات، اللافت أن وزارة الصحة نشرت أرقاما بشكل سريع، 3 أشخاص قتلوا وهناك أيضا نحو 10 آخرين أصيبوا في هذه الغارة. لا شك أن الغارة مفاجئة، هي بعيدة كل البعد عن النطاق الجغرافي للغارات الإسرائيلية، لكنها تؤشر إلى أن إسرائيل ماضية في استهداف كل من تتيح لها الفرصة الوصول إليه أينما كان. لا أعتقد أن هناك كان من يتوقع أن تصل الغارات الإسرائيلية إلى أعالي كسروان، إلى حد جعلنا في البداية نتحدث عن أن هناك ربما خطأ في هذا استهداف أو صاروخ سقط بالخطأ في هذه المنطقة، لكن أن يبدو أن إسرائيل ماضية في ملاحقة كل مسؤولي حزب الله. الواضح أن لديها بنك معلومات كبير جدا، بيانات دقيقة وموثقة على الأرجح تؤشر لها حركتهم، مواقع تواجدهم، المناطق التي يتواجدون فيها وتستهدفهم بغض النظر عن وجود مدنيين. لا شك أنها ربما بالفعل كانت تستهدف هذا الشخص، لكن الأعداد الأخرى الأرجح أنها مدنيين، هناك حديث عن أطفال ونساء كانوا يتواجدون في هذا المبنى المؤلف من طابقين. إذن الغارة تأكدت هي تضاف إلى سلسلة من الغارات التي شنتها الطائرات الحربية في الموجة الأخيرة، وبدأت من لباية مشغرة في البقاع الغربي مرورا بالريحان، برغس، الجبور، وصولا إلى النبطية وإلى القطاع الغربي. في البقاع كان هناك أيضا استهدافات للبقاع الشمالي، عدة مناطق، النبي أيلة، النبي عثمان، سرعين، بلدات عدة حتى الهرمل، ولكن اللافت أيضا تمدد هذه الغارات لتصل إلى البقاع الأوسط عند تخوم شتورة، وهو أمر لافت أيضا وشكل المزيد من القلق لدى سكان البقاع. وطبعا تعرفين أن هناك يعني موجة النزوح التي شاهدها الجميع أمس وأول من أمس من جنوب لبنان تثير المزيد من القلق والمخاوف في ظل عدم قدرة الأجهزة المعنية على استيعاب هذه الأعداد من النازحين. وطبعا هذا الأمر يزيد الأمور تعقيدا، أن الهجمات والغارات الإسرائيلية مستمرة، أكثر من موجة تشنها الغارات الإسرائيلية تتحدث عنها ويتحدث عنها الجانب الإسرائيلي تباعا خلال النهارات، وهي عبارة عن عشرات الغارات التي تستهدف مناطق وبلدات عدة. قبل قليل أيضا كان هناك استهدافات في جنوب لبنان أدت إلى سقوط المزيد من الأشخاص من المدنيين، أعمال رفع الأنقاض كانت مستمرة إلى وقت بدء هذه الرسالة، ولا يمكن الحديث عن انتهاء رفع الأنقاض طالما أن الأمور يعني أمور رفع الأنقاض والبحث عن إصابات ويعني انتشال الأشخاص الذين كانوا تحت الركام أيضا مستمرة. في الغارات الأخيرة نتحدث عن النبي شيت الخضر في البقاع الخريب العباسية، الجرد، عدلون، العدوسية، المرتفعات التي تحدثنا عنها في إقليم التفاح، أيضا الجبور، الريحان، سجد، أيضا جرجوع، الزهراني، حريص، صفد البطيخ، كفر رمان، جون. أيضا المعلومات تشير إلى وقوع عدد كبير من الإصابات في صفوف المدنيين جراء الغارة الإسرائيلية وهي تقع شمال صيدا. بالعودة إلى البقاع، اللبوة، العين، النبي عثمان، كلها هذه مناطق، نحلة، كل هذه بلدات تقع في البقاع الغربي، ما عدا في البقاع الغربي وجنوب لبنان أي مناطق آمنة على الأقل بحسب يعني التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير، والذي يأتي أيضا يعني بالتوازي مع تصعيد من قبل حزب الله الذي أصدر آخر بياناته ليقول بأنه استهدف مطار دادو قبل قليل. البيان الأخير تحدث عن
مطار دادو، وكان هناك أيضا حديث عن استهدافات أخرى قبل دادو. أشار الحزب إلى مستعمرة أو مستوطنة حتسور، والأنباء الأولية تشير إلى أنها للمرة الأولى يتم استهدافها، ونتوقع أنها هذه مناطق أو مستوطنات تم إخلاؤها، لذلك ليس هناك من إشارات إلى سقوط إصابات في هذا السياق. طبعا الأبرز كان صباح اليوم الصاروخ الدقيق قادر واحد الذي استهدف مقر الموساد في ضواحي تل أبيب، والذي طبعا شكل نقلة في مستوى هذا الصراع، لأن حزب الله إنما يحاول أن يقول بأنه قادر على إيصال صواريخه إلى تل أبيب إذا ما تمادت إسرائيل في استهداف المدنيين، وتحديدا في ضاحية بيروت الجنوبية، وفقا للقاعدة التي وضعها حزب الله بأنه مقابل الضاحية الجنوبية سوف يتم استهداف تل أبيب، لكنه أجل ترجمة هذه المواقف إلى الحد الذي وصلته اليوم هذه المستويات من التصعيد الإسرائيلي. اسمحي لي دارين أن أعود إلى نضال يعني وسؤاله عن هيئة البث الإسرائيلية التي تحدثت عن استعدادات لعملية برية محتملة، يعني معلومات إضافية توفرنا بها نضال. أيضا كان هناك دعوات من الجيش الإسرائيلي لعدم عودة أو مطالبات بعدم عودة أهالي الجنوب إلى منازلهم، على ما يؤشر ذلك في هذه المرحلة نضال؟ يعني لاسيما أنه وزير خارجية لبنان تحدث عن أكثر من 500,000 نازح، أيضا يعني تأتي هذه الدعوات والتحذيرات بعدم العودة. نعم ميشا، يعني أولا كما رأينا صباح اليوم حزب الله يطلق صاروخ باتجاه تل أبيب، هذا إظهار للقدرات، لكن يعني هنالك فارق بين القدرة وبين استعمال هذه القدرة في الساحة أو في المعركة. حزب الله لديه القدرة الصاروخية على ضرب تل أبيب، لكنه لا يضرب تل أبيب، هو يرسل رسائل. وأيضا إسرائيل تتدرب على كل الاحتمالات، الجيش الإسرائيلي يتدرب على عملية برية في جنوبي لبنان. الجيش الإسرائيلي منذ البداية وهو يقول أنه يستعد، يعني على مدار السنة كل الوقت كانت تجري تدريبات للجيش الإسرائيلي على عملية برية في جنوبي لبنان. بالأمس كان هنالك تدريب كبير للجيش الإسرائيلي، كان هنالك تفقد من وزير الدفاع لهذه التدريبات في الفترة الأخيرة، تم نقل الفرقة على ما أذكر 78 من لبنان من قطاع غزة إلى الحدود الشمالية، وهي فرقة مختصة بالعمليات الخاصة والعمل خلف خطوط العدو، وبالتالي جاهزة لعملية برية في جنوبي لبنان. هذا من ناحية الاستعداد، لأن يعني يمكن أن تحتاج إسرائيل لمثل هذه العملية البرية، لكن هذا لا يعني بأن إسرائيل ستلجأ إليها حتما. إسرائيل تستعد لها كخيار، لكنها تبقيها الخيار الأخير. بالنسبة لإسرائيل العملية البرية في لبنان هي تنازل عن كثير من القدرات الإسرائيلية. إسرائيل الآن تستطيع كما نرى عبر سلاح الجو المتفوق لديها ضرب كل مناطق لبنان بدقة، تنفيذ غارات، تنفيذ اغتيالات سواء في الضاحية أو في المناطق الأخرى، وبالتالي لديها التفوق الجوي التام. طبعا لحزب الله لا يوجد سلاح جو بالمعنى الحرفي لسلاح جو، لديه الصواريخ والمسيرات، لكن هذا لا يستطيع إيقاف طبعا سلاح الجو الإسرائيلي. وبالتالي لماذا تتنازل إسرائيل عن هذه العملية وتذهب إلى عملية برية في هذه اللحظة؟ إسرائيل تعرف بأن التفوق في عملية برية على الأراضي اللبنانية هو لحزب الله، هو لصاحب الأرض الذي يعرف الأرض واستعد وهيئ البنية التحتية لملقات إسرائيل بريا، وهذا ما قاله الأمين العام لحزب الله. وبالتالي إسرائيل لا تسارع إلى عملية برية رغم أنها تستعد لعملية برية. هذا الاستعداد طبعا له أكثر من معنى، أولا لأن هذا الخيار يمكن أن يصبح واقعيا، يمكن أن تضطر إسرائيل للدخول البري، لكن كما قلنا هذا الخيار الأخير، لكن يعني هذا أولا. ثانيا الاستعداد الإسرائيلي، مجرد الاستعداد الإسرائيلي، القول بأن إسرائيل مستعدة لعملية برية وتتحضر لعملية برية، هذا يزيد من الضغط على حزب الله على الأقل من وجهة النظر الإسرائيلية. والأهم ربما يعني ربما مقاتلي حزب الله لا يتخوفون من عملية برية إسرائيلية، بالنسبة لهم هي فرصة، لكن بالنسبة لسكان مناطق الجنوب بالأخص، وهو على الأقل المنطقة المرجحة لأن تكون
مسرح عملية برية إسرائيلية. هؤلاء المواطنين عندما يسمعون بأن إسرائيل تتحضر لعملية برية، من بقي منهم في مناطق الجنوب ربما سيفكر الآن بالنزوح باتجاه بيروت وباتجاه مناطق أكثر أمنا، وبالتالي إسرائيل تزيد من الضغط الشعبي بقضية النازحين على حزب الله، ومن هنا هذا الحديث عن إمكانية عملية برية. لكن عموما التوجه العام لدى إسرائيل هو التفكير في حل دبلوماسي للقضية وليس عملية برية. بالأمس نتنياهو شكل خلية للتعامل مع قضية الحل الدبلوماسي للحرب في لبنان، وبالتالي هذا هو التوجه العام في إسرائيل. صحيح لغاية الآن إسرائيل ليس لديها استراتيجية في كيفية الوصول إلى هذا الحل الدبلوماسي، لكن هذا ما تسعى إليه عبر هذا الضغط العسكري. نعم نضال، شكرا لك محرر الشؤون الإسرائيلية في سكاي نيوز عربية نضال كنعان. سنعود إليك في حال ورود أي جديد.